فالآن وهذا أنا باعتقادي سيتحقق كما أراكم وتروني. أولا سيكون اللقاء الإسلامي المسيحي حتما حتما حتما. أولا النبي سيدنا محمد يبشر بذلك برمز نزول السيد المسيح ولقائه مع سيد المهدي وفي دمشق. وهذه لعل بعض المقدمات، هذه بعض المقدمات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل رجال الكنائس في مساجده، في مسجده الشريف، ويقيم صلاتهم المسيحية في مسجد محمد رسول الله. فأين هذا التسامح النبوي من التعصب الذي مر عبر التاريخ مما هو ليس من الدين والدين ليس منه؟ أو كما ورد عن سيدنا إبراهيم أن فقيرا ضافه مساء وهو مجوسي، فقال له: لا أضيفك حتى تؤمن بديني وتنزع عن دينك. قال له، راح أحكي لكم إياها باللغة الشعبية، قال لي: والله مشان عشوة ليلة ما راح أغير ديني، طول عمري عايش 70 سنة والله عم يرزقني، مشان أغير ديني مشان ليلة؟ خاطرك مع السلامة وشتاء وبرد. فحالا ينزل خالق هذا المجوسي، ينزل وحيه ورسوله والتلفون اللاسلكي على سيدنا إبراهيم. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت يا ربي؟ عبد من عبادي جائع عاري يريد أن يأوي إليك تطرده؟ قال: يا ربي إنه كافر عابد صنم. فأوحى الله إليه: له 70 سنة وهو يعبد الصنم وأنا أرزقه. احتاجك ليلة واحدة تريد أن تخرجه عن دينه حتى تعصيه؟ هل اقتديت بي ورحمت عبادي؟ فالله عز وجل، وأرجو الله أن يكون قريبا غير بعيد. وهذه مقدمات إخواننا وحبائبنا أبناء سيدنا عيسى، ونحن أبناء سيدنا محمد. سيدنا محمد يقول: نحن معاشر الأنبياء إخوة، وفي رواية: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات. أبناء العلات يعني أخوة من أب، أبناء علات. ديننا واحد وشرائعنا شتى.